شكرا. ليلى. عارفة حكاية الـ Evil Bubbles؟ هو الـ Bubbles ممكن تكون Evil؟ أكيد طبعا. طب بص بقى، في يوم ظهرت بابلز في كل العالم، ولأنها كانت حاجة جديدة كل الناس كانت عايزة تجرب تعيش جواها. وفجأة ظهرت بنت من غير بابل. البنت دي كان شعرها كيرلي زيك كده بالظبط، كانت بتتمنى كل أصحابها يخرجوا من البابلز، علشان كده فكرت تجمعهم كلهم في عيد ميلادها. وعيد ميلادها الأسبوع اللي جاي زيي. أيوة، بس يا خسارة جم برضو جوه البابلز في حاول التاني. كانت الوجه بتاعتها ايه؟ انها عمرها بتعيش في بابل.